بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف خلق المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا السابقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا ربنا إنك رؤوف رحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبل أن نبدأ بالقراءة من العودة حقيقة لكتاب أداب الصحبة، أحببت أن أذكر ونتذاكر ما حصل بالأمس حتى لا يتكرر إن شاء الله. بعد أن صلينا الظهر بالأمس وأراد الإخوة المسافرون أن يصلوا جمعاً وقصراً، يعني قلنا قصراً الآن على ما يجب أن يكون عليه الحال ابتداءً، فتبرع أحد الشباب أن يصلي من المسافرين ويصلي بالناس أمس. سبحان الله، أتم أربع ركعات، هو لم يخطئ، لكن يبدو أنه خلاف الأولى. لم يخطئ ولكنه خلاف الأولى. توقعت إنه أن الناس إيش راح يعملوا شوية ضجة بعد قول بعض الناس لا يصح. لا يصح. الآن المشكلة ليست في الذي أتم أربعا، المشكلة في الذي انسحب قبل أن بعد ركعتين. نحن نقول هذه مسألة الآن في مجلس مثل هذا، نقول قولا واحدا، اتفقت المدارس الفقهية الأربعة، الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، على أنه لا يجوز الانسحاب أن تسلم بعد ركعتين. والقول العلمي يلحق إسحاق وابن حزم، المدرسة الظاهرية اعتبر أنه، لكن كما قلنا على الناس أن تنتبه. الآن رجاء ممن يصلي بالناس صلاة العصر بعد الظهر، تذكر صلي بهم وبلغ أنك ستصلي بهم ركعتين، وأنت وإنما جعل الإمام ليتم إيش؟ يتم به. نتم الحديث إن شاء الله من كتاب آداب الصحبة، ووصلنا إلى هذا الحق، نعم، من حقوق المسلم. وإن بقي فقرة واحدة قبلها، ومنها أن يصلح ذات البين بين المسلمين مهما وجد إليه سبيلا. قبلها سطران، هنالك سطران لم نقرأ هذا بالأمس، ولربما أتاه من يأتيه وهو على وسادة جالس فلا يكون فيها سعة يجلس معه، فينتزعها وضعها تحت الذي يجلس إليه، فإن أبى عزم عليه حتى يفعل. نعم، يعني حتى إذا كان في مجلس نقول وثير لا يوجد غيره، وثير مريح، فأنت تؤثر من جاء إليك، تقول له اجلس على هذه، وإن رفض اعزم عليه، إلا أن، لكن لا تطلق الزوجة على، نعم، مثل قضية الطعام، تفضل كل، لكن ما نطلق الأربع نساء إيش؟ نعم، جميل يكون فيه إيش؟ إنه الدعوة فيها حرارة بنفس، لكن بدون إيش؟ احتراماً وتقديراً لها. نعم، ومن أن يصلح ذات البين بين المسلمين مهما وجد إليه سبيلا. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات البين، وفساد ذات البين هي الحالقة. الحالقة تحلق إيش؟ الدين. تحلق إيش؟ تحلق الدين. فنسأل الله عز وجل أن يرفع هذه الفرقة وهذا الإفساد وهذا التشرذم وهذا الانكفاء على الذات
نفسي نفسي. المسلم أخو المسلم له حقوق عليك حتى لو كان في إندونيسيا. يعني لو واحد، أذكر طالب من الطلاب أظني قال هكذا، لو أن مسلما عطس في الهند لشمت العاطس من فلسطين. يدل على ذلك إيش؟ إنه هذا الارتباط اللي بيننا ارتباط، ربنا سبحانه وتعالى أراد لهذا الارتباط أن يكون كذلك. نعم، نتراحم، والراحمون يرحمهم الله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة إصلاح ذات البين. وعن أنس قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إذ ضحك حتى بدت ثناياه، فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله بأبي أنت وأمي ما الذي أضحكك؟ قال رجلان من أمتي جثيا بين يدي رب العزة. فقال أحدهما يا رب خذ لي مظلمتي من هذا. فقال الله تعالى رد على أخيك مظلمته. فقال يا رب لم يبق لي من حسناتي شيء. فقال الله تعالى للطالب كيف تصنع بأخيك ولم يبق له من حسناتي شيء؟ فقال يا رب فليحمل عني من أوزاري. ثم فاضت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبكاء، فقال إن ذلك ليوم عظيم، يوم يحتاج الناس فيه إلى أن يحمل عنهم من أوزارهم. قال فيقول الله تعالى المتظلم ارفع بصرك فانظر في الجنان، هذا للمتظلم. فقال يا رب أرى مدائن من فضة وقصورا من ذهب مكللة باللؤلؤ لأي نبي هذا أو لأي صديق أو لأي شهيد هذا؟ قال الله تعالى هذا لمن أعطى الثمن. قال يا رب ومن يملك ذلك؟ قال أنت تملكه. قال بماذا يا رب؟ قال بعفوك عن أخيك. قال يا رب قد عفوت عنه. قال الله عز وجل خذ بيد أخيك فأدخله الجنة. ثم قال صلى الله عليه وسلم تتمة الحديث اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فإن الله تعالى يصلح بين المؤمنين يوم القيامة. رواه الحاكم في المستدرك. لا يمكن في ذلك اليوم أن يكون هنالك رياء. ذاك يوم لا تقول إلا حقا ولا تقول إلا صدقا ولا رياء فيه ولا نفاق فيه ولا شيء من الأشياء التي نعرفها في الدنيا. هذا كله في الآخرة. الرسول صلى الله عليه وسلم يتحدث عن مشهد من مشاهد إيش؟ من مشاهد الآخرة. يعني لا تظلم إن شاء الله أكرمك الله. هو مشهد من مشاهد يوم القيامة. ظلمت ولم يبقى لديك حسنات تعطي فلان بدلا من المظلمة. يا أيها الآكل حق أخيه، يا أيها الآكل حق أخته، يا أيها الآكل حق الجار، يا أيها الآكل حق الموظف، يا أيها الآكل حق التجار أو صاحب الدار. التي بعض الناس بلغني أن فلان من الناس استأجر من 67 لا أعرف كم ولا يدفع، وكان يصلي الفجر في المسجد الأقصى لا يدفع الأجرة، يصلي في الفجر ولا يدفع الأجرة. وبعدين وقد قال صلى الله عليه وسلم ليس بكذاب، هذا حديث متفق عليه، ليس بكذاب من أصلح بين اثنين فقال خيرا. وهذا يدل على وجوب الإصلاح بين الناس، لأن ترك الكذب واجب ولا يسقط الواجب إلا بواجب آكد منه. نعم، قال صلى الله عليه وسلم، ويفسر الحديث الأول وإن كان دون ذلك في السند، كل الكذب مكتوب إلا أن يكذب الرجل في الحرب، فإن الحرب خدعة،
خدعة، أو يكذب بين اثنين فيصلح بينهما ويكذب لامرأته ليرضيها. نبدأ بالأخيرة. إن قال لها أنت أجمل نساء الأرض، ليه؟ وقد ظهرت التجاعيد وبان الشيب و يعني سبحان الله. أنت إنوي بذلك، أنت إنوي بذلك، أنت أجمل مثلا امرأة في هذا البيت الآن في هذه الساعة مثلا، ولا يكون واحد غيرها إيش في ذاك في ذاك الموضع من النساء. وانوي بذلك حسن الخلق وصنائع المعروف، تصنع لك المعروف 40 50 60 سنة، المكافأة أن تحترم كل هذه السيرة. سبحان الله، قل قولا جميلا. وفي إصلاح ذات البين بين رجل وامرأته، يكون هو في بيت وهي في بيت وتذهب أنت، يعني نقول مثلا أنت ممن يدخل عليها ويدخل عليه خال هذه وعم ذاك، يعني الله أعلم شو القصة بالمعنى، فأنت بالمعنى نحن نقول يعني مشان الواحد، فتذهب إليه فتسمع كلاما، تذهب إليها فتسمع كلاما، وفي نفس اللحظة تقول إيش؟ لا تقول عنك إلا خيرا، تذهب إليه تقول لا يقول عنك إلا خيرا، مرة مرتين ثلاث وانت رايح جاي إيش؟ تذكر من الكلام الجميل، تمسك أنت كلمة، بيكون الواحد يقول، أنت بتقول مثلا للشاب ما في شيء جميل صنعته، بقول لك بلى، تمسك هذا وتقول قال كذا وكذا وكذا، وبتترك إيش؟ الباقي، وبتقولها فعل حسنا، بتقول لك نعم لا أعيب عليه كرمه وكذا، تذهب بتقول له أنت من بعد حاتم الطائي، بدك تدبر الأمور حتى تصلح. ومنها أن يسر عورات المسلمين كلهم، أن يسر عورات المسلمين كلهم. قال صلى الله عليه وسلم: من ستر على مسلم ستره الله تعالى في الدنيا والآخرة. نعم، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، هذه رواية البخاري. نعم. لا تشيعن في الناس شيئا قد رأيته، عيبا اطلعت عليه. الله يكرمك، بصير اقول لك انا حتى لو حق وكل كلمة صواب من ناحية أن تعبر عما حدث، لا يجوز لك، لا يجوز لك. أستر فيستر عليك إن شاء الله يا رب سترك في الدنيا والآخرة. نعم. وكأن أبا بكر الصديق قال: اللهم إنك تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، فاغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون. كل ابن آدم خطاء، بس يعني احنا وفيش عندنا احنا في الإسلام اعتراف، كرسي الاعتراف، ولا يملك الإمام ولا العالم ولا ما لا أحد يملك أن يقول لك اذهب أنت مغفور لك أو اذهب قل، هذه لا يملكها. فستر الله عليك ليلا لا تفضح نفسك إيش صباحا، تقول فعلت كذا وكذا وكذا، أستر وأن تستر عليه وهو يستر على نفسه. وقال أبو سعيد الخدري قال صلى الله عليه وسلم: لا يرى امرؤ من أخيه عورة فيسترها عليه إلا دخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم لماعز لما أخبره: لو سترته بثوبك كان خيرا لك. فإذن على المسلم أن يستر عورة نفسه، فحق إسلامه واجب عليه كحق إسلام غيره. أصلا لو أخذ، لو ذهب وقال للقاضي، لو قال للقاضي رأيت فلان يزني وما معك من الشهود، يعني أنت بحاجة إلى 3 رجال آخرين فيكون هنالك 4، ما معك حد القذف،
حد ايش؟ سترا لي. وكم ما علمنا في حياة المسلمين في تاريخ الإسلامي أن أربع رجال ينظرون إلى فلان وقد رأوا شراه مضطجعا أو رأه يقبل. نعم ما علمنا من الحوادث، أنا ما قرأت أن هنالك من اطلع. هذه المسائل عادة هو حفظا للأعراض، حفظا نعم طبعا درء الحد بالشبه هذا مما لا شك فيه. نعم فإذن على المسلم أن يستر عورة نفسه، فحق إسلامه واجب عليه كحق إسلام غيره. قال أبو بكر رضي الله عنه: لو أخذت شاربا لأحببت أن يستره الله، ولو أخذت سارقا لأحببت أن يستره الله. يعني مش قضية أنت وقعت ما بدي أطبق عليه يعني. ولا يجوز للحاكم، طبعا لا يجوز للحاكم، لا يجوز لمن يقوم مقام الحاكم الشرطة أن يتجسسوا على الناس فيأخذونهم بما تجسسوا عليهم فيه. ما بطلع لك إنسان في بيته هذا ملاذ، فإن فعل شيء بينه وبين الله عز وجل. فأنت لا تتصور، واليوم التصور كاميرات، واليوم التصور اطلاع على الملفات وعالم الإنترنت. إحنا بدنا الناس تنتبه، بدنا الناس إيش؟ تنتبه إلى أنه لا يمكن محو شيء على وجه الحقيقة في عالم الافتراضي هذا. ما في شيء أنك تمحو. صحيح أنك تحمل ملف وتضعه في سلة النفايات الافتراضية، بإمكان الأصحاب الاختصاص أن يرجعها. الصورة اللي على تلفونك محوتها بعد ما اطلعت عليها بترجع، والصورة اللي على الإنترنت. إذا كان بإمكانهم أن يفعلوا هذا في الدنيا، فاعلم أن كل فعل تفعله أنت في هذه الدنيا منسوخ. مش منسوخ بمعنى في الوصول، لا، هنالك نسخة منه، هنالك إيش؟ نسخة منه. حينما قال الإمام الغزالي أنك يعني اعمل ملف، ما أنت بتعمل ملف ضريبي، مش فيش اسمه ملف ضريبي. قال الإمام الغزالي رحمه الله: اعمل ملف ليش؟ ديوان المعاصي. قال: الحق حالك من يوم ما انت ميزت بلغت، اكتب ساعة بساعة. ديوان المعاصي هذا مش ديوان الحسنات والأعمال الصالحة، ديوان المعاصي ساعة بساعة. فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، وفي السنة الفلانية وفي فيبدو يمكن أن يكون إيش دعاء جديد كصيغة، نقول: يا رب يا رب أمحو ديوان المعاصي. أمحو إيش؟ ديوان المعاصي، وبدله حسنات. أولئك يبدل الله سيئاتهم إيش؟ حسنات. ديوان المعاصي فكر كل يوم في ديوان المعاصي، وديوان المعاصي إن ظل على ما هو فهو ديوان المآسي. ولو كانت في هذه الحياة الدنيا الفانية ولا يوجد غيرها، ولكن هنالك حياة فيها خلود. حياة فيها إيش؟ خلود. وروي أن عمر رضي الله عنه كان يعس بالمدينة ذات ليلة، هو نفس الشرطي، بمعنى أنه إيش؟ يحرس الناس، يطلع على أحوال الناس. فرأى رجلا وامرأة على الفاحشة، فلما أصبح قال للناس: أرأيتم لو أن إماما رأى رجلا وامرأة على فاحشة فأقام عليهم الحد ما كنتم فاعلين؟ قالوا: إنما أنت إمام. فقال علي رضي الله عنه: ليس ذلك لك، إذن يقام عليك الحد، يعني القذف. إن الله لم يأمن على هذا الأمر أقل من 4 شهداء. ثم تركهم ما شاء الله أن يتركهم، ثم سألهم، فقال القوم مثل مقالتهم الأولى. فقال علي رضي الله عنه: مثل مقالته. بيطلع لكش. وعلى كل حال بدأها الإمام الغزال بصيغة تضعيف وروية. وعلى كل، وهذا يشير إلى عمر رضي الله عنه كان مترددا في أن الوالي هل له أن يقضي بعلمه في حدود الله تعالى، فلذلك راجعهم في معرض الفتوى.
الصحابة الكرام رضي الله عنهم وعن التابعين وعلى أمة سيدنا محمد وعن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني في الحج وكأنه حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 124 ألف أو كذا قريب من هل يعني بل. لكن الصحابة الذين تعرضوا للفتية كأنهم يعدون على أصابع اليد الواحدة، مش تفكرون مثلا كل واحد أنه كان صحابي كان إيش؟ كان يفتي الناس. وحتى هؤلاء الذين يعدون على أصابع اليد الواحدة كان واحد فيهم إيش؟ يدفعها، اذهب إلى فلان واذهب إلى فلان. شفتوا كيف ال... نعم يعني لا بأس إذا كنت أنت مفتياً أو فقيهاً وعرضت لك مسألة مثلاً أنت على التلفزيون بث مباشر، قل الحلقة القادمة أتيكم بالجواب مثلاً، أنت مش مضطر أنه في كل شيء أن تجيب. إذا راجعهم في معرض الفتوى لا في معرض الإخبار، ما قال أسماء ما قال ولم يفضح، خيفة من ألا يكون له ذلك فيكون قاذفاً بإخباره، يكون قاذفاً بإخباره. وما لرأي علي كرم الله وجهه إلى أنه ليس له ذلك. وهذا من أعظم الأدلة على طلب الشرع لستر الفواحش، فإن أفحشها الزنا وقد نيطب أربعة من العدول يشاهدون ذلك منه في ذلك، كالمرود في المكحلة أو في المكحلة، وهذا قط لا يتفق وإن علمه القاضي تحقيقا، وهذا قط لا يتفق. شو بده يخليه يشوف ايش الفعل في حد ذاته؟ حتى لو رأى عريا لا يكفي، ولو رأى حركة لا يكفي، يجب ان يرى. واضحة؟ وان علمه القاضي تحقيقا لم يكله ان يكشف عنه. فانظر الحكمة في حسم باب الفاحشة بإيجاب الرجم الذي هو اعظم العقوبات، ثم انظر إلى كثيف ستر الله كيف أسبله على العصاة من خلقه بتضييق الطريق في كشفه. ولكن الناس اليوم برامج تلفزيونية للفضائح، بيجيبوا الزوج والزوجة واحد فيهم يعترف أنه إيش زنى وفعل و... على التلفزيون بث مش في بلادنا، إن شاء الله ما يوصلش عندنا. بلش بعض الناس في بعض البلاد العربية يقول أنه يفعل كذا يفعل كذا، صبايا بتطلع بتشرح تقول بدأت، لكن يجيبوا الزوج والزوجة وكل واحد يقول فعلته كذا، مش بينا في حياة زوجية. فنرجو ألا نحرم هذا الكرم يوم تبلى السرائر، كرم الستر، كرم إيش؟ فنرجو ألا نحرم هذا الكرم يوم تبلى السرائر. ففي الحديث إن الله تعالى إذا ستر على عبد عورته في الدنيا فهو أكرم من أن يكشفها في الآخرة، وإن كشف في الدنيا فهو أكرم من أن يكشفها مرة أخرى. نعم. وعند الترمذي وعند ابن ماجه عن علي رضي الله عنه مرفوعا ولفظه من أصاب حدا فعجل في عقوبة في الدنيا فالله أعدل من أن يثني عليه على عبدي العقوبة في الآخرة، ومن أصاب حدا فستر الله عليه وعفى عنه فالله أكرم من أن يعود إلى شيء قد عفى عنه. وعند مسلم لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال حرست مع عمر رضي الله عنه ليلة في المدينة، فبينما نحن نمشي إذ ظهر لنا سراج فانطلقنا نأمه، فلما دنونا منه إذ باب مغلق على قوم لهم أصوات ولغط، فأخذ عمر بيدي وقال لي أتدري بيت من هذا؟ قلت لا. قال هذا بيت ربيعة بن أمية بن خلف، وهم الآن شرب يعني شاربون للخمر سكرانين مدام في أصوات ولغط ميمعة.
قال فما ترى؟ قلت أرى أن قد أتينا ما نهانا الله عنه. قال الله تعالى ولا تجسسوا. فرجع عمر وتركهم، فرجع عمر وتركهم. وهذا يدل على وجوب الستر وترك التتبع. وقد قال صلى الله عليه وسلم لمعاوية رضي الله عنه إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت تفسدهم. انظروا الآن إلى الآباء والأمهات، هنالك شيء يعني يمكن للأهل أن يضعوا قيودا على الإنترنت في برامج، في على الحاسوب، ولكن سرعان ما يعني ما يستدل الولد على هذه القيود محل القيد ويرفع هذا القيد، ممكن يتجاوز القيود. أعجبني ما قاله المغامسي حفظه الله، قال أنه لا يطلع على هاتف ابنه أو لا يتجسس. يعني أنت تزرع الوازع الديني لدى الطفل وهو يرقب الله عز وجل في أفعاله، هو يكون واعيا أنه لا يغيب عن علم الله عز وجل في أي لحظة من لحظات حياته. هذا أولى من التجسس، والتجسس يفسد لأنه يخرب العلاقة بينك وبين الولد، قضية الثقة. ثم إذا ما عرف أنك تعرف، لعل هذا يقوي العين كما نقول. ولذلك مرات في بعض الأفعال يعني ممكن واحد يتجاوز عنها، أخطاء خلينا نسميها، في البداية ممكن أنك إيش تغض الطرف، ولعلك تلمح بشكل غير مباشر، فلعل الولد يفكر ما قال أبي هذا الكلام إلا ولديه طرف خبر أو اطلع على شيء، أو فلعله يتحرج. إذن هذا يفسد. وقد قال صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل إيمان في قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عورة أخيه المسلم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضح ولو كان في جوف بيته. ما لك وما لذنوب الناس؟ ما تحدث بشكل عام، يعني بعض الناس عليهم أن يعني مثلا هذا لا يعفي الشرطة من أن يكون لديهم وحدة لتتبع الجرائم الإلكترونية والابتزاز وإلى آخره. واضح؟ تحدث عامة الناس، ما لكم لعورات الناس؟ هذا لا يعني أن الإمام مثلا لا يكون مطلعا على الأحوال ولا يوجه النصيحة ولا يبين مسالك الخير ولا يحذر من مسالك الشر، هذه مسألة ثانية. إنما تتبع عورات فلان من الناس هذا مما لا يجوز نهائيا. نعم. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لو رأيت أحدا على حد من حدود الله تعالى ما أخذته ولا دعوت له أحدا حتى يكون معي غيري. هذه قال لعله قال هذا أستاذنا، لعله قال هذه بصفته أميرا لا بصفته الشخصية، لأنه لا يجب عليك، افهم علي، لا يجب عليك أن تكشف خطيئة فلان من الناس. سرق فلان مثلا من بيتك وأمسكت به، ولديك اليوم عندك الفيلم يوثق، ووثقت الرجل
وهو يعترف أنت لست مضطراً شرعاً. القاضي وصل القضاء مسألة ثانية، أما بإمكانك أن تعفو، بإمكانك إيش؟ أن تعفو. نعم. في قصة عن أبي حنيفة، رحمه الله، كأن له جار كان يشرب الخمر، وقد أخذته الشرطة يوماً، فذهب يعني للحاكم، نعم، وطبعاً لما يأتي أبو حنيفة للحاكم يعني فيها بده يكرمه، كيف بده يكرمه؟ قال أعطني إيش؟ أعطني فلان، فأخرجه وأخرج من كان في يومه قد قبض عليه في القضايا يعني، فتحرج الشاب حرجاً شديداً لأن أبو حنيفة ما كان يبين له أنه بيعرف، فكان سبباً لتوبة الشاب، كان سبباً لتوبة ذلك الشاب. وليس تدخلاً في حد، وليس تدخلاً في حد. وقال بعضهم كنت قاعداً مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، جاءه رجل بآخر برجل آخر، فقال هذا نشوان، فقال عبد الله بن مسعود استنكهوه، فاستنكهوه فإذا هو نشوان. شو معنى استنكهوه؟ شموا رائحة الفم، يعني أشبه اليوم بفحص للخمور للكحول، تنفخ في الماسورة الصغيرة هذه الأنبوبة، فيظهر معهم نسبة الكحول في الدم من بخار الفم. في أمريكا يوم الجمعة بالليل عادة تنتشر الشرطة بعرف الشباب والطلاب الجامعات وكذا، ماذا يقبلون ليلة الجمعة؟ الجمعة ليلة السبت، على الخمور. في بريطانيا ليسوا بحاجة لانتظار يوم الجمعة، على الطرقات وهم عائدون من العمل تجد الناس قد عبأوا الحانات وأصبح جزء كبير منهم خارج الحانة، وأسلمت امرأة لا نذكر اسمها معروفة في بريطانيا، قالت أنها كانت تشرب زجاجة يوميا. عندهم في بعض البلاد علاقتهم بالخمور يعني، وقالت عن أبيها شيئاً أفظع، كان يشرب الخمر ولا يترك امرأة من شره. الله أكبر، الله أكبر، سبحانك اللهم وبحمدك.